سبور نلعب نربح ونربح بلادي. مع برومو سبور ديما رابح. سبور انفو. صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل. هذه اخبار الرياضه من راديو مال. يواجه اليوم المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم وديا نظير الكوريا الجنوبي انطلاقا من نص نهار بتوقيت تونس بملعب سيول وولد كاب ستاديوم بإدارة طاقم تحكيم من ماليزيا، وباش تكون المباراة منقولة تلفزيا على القناة الوطنية الأولى. في الاجتماع الفني للمباراة قرر انه منتخبنا باش يلعب لأول مرة باللون الأخضر مع المرأة والأخضر بالنسبة للاعبين، والأسود بالنسبة لحراس المرمى، فيما باش يلعب منتخب كوريا الجنوبية باللون الأحمر للاعبين والأصفر لحراس المرمى. نمشيو للتشكيلة المحتملة. فما الاحتمال بين زوز حراس باش يكونوا اليوم في حراسة المنتخب الوطني التونسي، أيمن دحمان أو معز حسن. بالنسبة لبقية الملاعبية، من المنتظر جلال القادري يعول على منتصر طالبي وياسين مرياح وعلي العابدي وجه كشريدة في وعلي معلول في الدفاع، معاهم في وسط الميدان عيسى العيدوني الياس الصخيري وحنا بعل المجبري، وقدامهم يوسف المساكني والياس العاشوري. ديما مع المنتخب الوطني التونسي، البارح كانت دارت بمركز أبيجان المعارض عملية سحب قرعة نهائيات كأس أمم أفريقيا 2024 واللي باش تدور بالكوت ديفوار من 13 جانفي ل 11 فيفري. نعطيكم المجموعة، مجموعات الكل. خلينا المنتخب التونسي كما تعرف جاء في المجموعة الخامسة مع كل من مالي جنوب أفريقيا وناميبيا. بالنسبة للمجموعات البقية، المجموعة الأولى الكوت ديفوار نيجيريا غينيا الاستوائية وغينيا بيساو، المجموعة الثانية مصر غانا الرأس الأخضر والموزمبيق، المجموعة الثالثة سنغال الكاميرون غينيا وغامبيا، المجموعة الرابعة الجزائر بوركينا فاسو موريتانيا وانغولا، كما قلنا تونس في المجموعة الخامسة مع مالي جنوب أفريقيا وناميبيا، والمجموعة السادسة نقاو فيها كل من المغرب الكونغو الديمقراطية زامبيا وتنزانيا. قررت لاعبة التنس بطلتنا أنس جابر المصنفة سابعا عالميا الانسحاب من بطولة زهانغو الصينية ذات 500 نقطة بسبب الإصابة على مستوى الركبة. وقالت أنس: آسفة لأني مضطر الانسحاب لأن ركبتي ليست بخير، آمل أن أعود للمشاركة في البطولة هذه العام المقبل. نذكروا أن أنس جابر كانت فازت البارح على اللاعبة الإيطالية لوشيا برونزيتي المصنفة 64 عالميا في إطار دور الثمن النهائي من المسابقة. رغم تأهلها لدور ربع النهائي للأسف أنس جابر تضطر للانسحاب. أعلن نادي بارما الإيطالي الناشط بدور الدرجة الثانية الإيطالية تمديد عقد لاعب الدولي التونسي أنس الحاج محمد إلى غاية 30 جوان 2026. أنس الحاج محمد من مواليد 26 مارس 2005 اختار تمثيل نسور قرطاج ولعب مع المنتخب في 7 سبتمبر الفار ضد بوتسوانا في إطار الجولة الأخيرة من تصفية كأس أمم إفريقيا. أعلنت الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي البارح أنه عدد المشتركين بلغ 11345 مشترك إلى حدود يوم الخميس 12 أكتوبر بعد ما كان 10426 في الأسبوع الفارط. هذا تتواصل عملية البيع بصفة يومية باستثناء يوم السبت بالحديقة ب من الساعة 10 إلى الساعة 6 مساء بكامل نقاط بيع ترجي السور وعلى موقع تذكرتي. الكرة في أوروبا، أهم المقابلات الخاصة بالتصفيات المؤهلة لكأس أوروبا: إستونيا تتقابل مع أذربيجان الخامسة، النمسا تتقابل مع بلجيكا، إيسلندا تتقابل مع لوكسمبورغ، إيسلندا تتقابل مع اليونان، ليشتنشتاين تتقابل مع بوسنة والهرسك، هولندا تتقابل مع فرنسا، والبرتغال تتقابل مع سلوفاكيا. كانت هذه أخبار الرياضة، قدم لكم معاذ الشريف، إلى اللقاء. برومو سبور نلعب نربح ونربح بلادي. مع برومو سبور ديما رابح.